المهرجان ده طفرة كويسة جدا وصحوة جميلة جدا في مصر لتعريف الشعب المصري بالشركات اللي بتنتج زيت الزيتون والشركات اللي بتنتج منتجات كتيرة للزيتون، منها الصابون والزيوت والتخليل. يعني الزيتون فيه شجرة مباركة فيها عدة صناعات كتيرة جدا بتنتشر منها. فكرة المهرجان ان هم يعرف الشركات اللي بتنتج المنتجات دي ويسمع اسمها في السوق. حاجة كويسة، حاجة الأول مرة تعمل في مصر، وفي حاجتين مرتبطين ببعض دايما مقربين لبعض اللي هو العسل وزيت الزيتون. فمن خلال المهرجانات هنا بنقدر المستهلك يقدر يقابل المنتج، يقدر يتذوق العسل دي بأنواعها، يقدر يميز ما بين الأصلي ما بين اللي مش أصلي. شجرة الزيتون الشجرة المباركة أصلها مصر، فتور سيناء. مصر أكبر مصدر لزيتون المائدة في العالم، ودلوقتي إن شاء الله بعد مبادرة رئاسية بزراعة 100 مليون شجرة مصر في طريقها أنها تتصدر صادرات العالم في الزيت كمان. مصر دولة في حوض البحر المتوسط، مناخ مصر مناسب جدا للزيتون، عندنا مساحات شاسعة من الزيتون، وإنتاجنا من الزيتون عالي الجودة، وبدأ يبقى عندنا مصانع مهمة جدا ومصانع كبيرة جدا بتنتج الزيت والزيتون. احنا سعداء بمشاركتنا في المهرجان المصري الاول للزيتون اللي معمول في حديقة الأرمان، وبفضل الله تحت رعاية وزارة الزراعة احنا جينا وعملنا او جينا معانا منتجات زي زيت الزيتون والمخللات بانواعها وانتاج طبيعي بمكونات طبيعية 100%. مشاركين بزيت الزيتون، بدبس رمان، بسويا صوص، باربيكيو، مية ورد، مية زهر، خل أعشاب وخل أبيض. فأنا المهرجان ده يبقى فرصة كويسة حتى للتصدير، وده توجه الدولة المفروض يعني الأيام الجاية دي إن شاء الله.